عن الحسن قال: كان رجل، اسمعوا لهذه القصة، اسمعوا لها جيدا. قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، يكنى بأبي معلق، وكان تاجرا يتجر بماله وبمال غيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص، لص مقنع بالسلاح. قال له ذلك اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد من دمي؟ خذ المال. قال: أما المال فهو لي ولا أريد إلا دمك. قال: إذن اتركني أصلي 4 ركعات، إنها الصلاة يا عباد الله. قال: اتركني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. يقول: ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أنه قال: يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة، قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إلي قال لي: قم. فيقول: قم. فقلت: من أنت بأبي وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة. يقول: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول وسمعت في أبواب السماء قعقعة. لا إله إلا الله. يقول: دعوت بدعائك الأول وسمعت في أبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني وسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروه. فسألت الله أن يوليني قتلا. اسمعوا يا أهل الحاجات، اسمع يا مكروه، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب.